2011 تعتبر من السنوات الصعبة اللي مرت على البنك الأهلي وأعتقد على جميع البنوك، وأنا يعني أتوقع أنه 2012 لن تكون أفضل منها. يعني حنجابه كثير من عدم انتظام بعض الشركات في تسديد المديونيات، وبالتالي يترتب على البنوك أن تأخذ مخصصات أكثر، وبالتالي هذا حتأثر كثير على ربحية البنوك. يعني حتكون أيضا سنة صعبة كالسنوات السابقة. هل لدى البنك أي خطط بديلة أو استراتيجيات للتعامل مع هذه الصعوبات تحديدا؟ لدينا طبعا احنا خططنا الخاصة بالنسبة لمساعدة عملائنا. يعني بدأنا بمساعدة بعض العملاء اللي مثلا غير قادرين على دفع نسبة الفوائد، يعني من حيث تخفيض الفائدة أو من حيث جدولة القرض بمدد مريحة للعميل، هذه كلها بدأنا فيها. وأهم نقطة هي أنه بدأنا بتنزيل بعض الفوائد لبعض العملاء الغير قادرين على التسديد. وماذا عن سوق الائتمان تحديدا؟ في 2011 تقريبا كان النمو صفر، هل لدى البنك أي مخططات لتحسين عملية الائتمان؟ يعني احنا سياسة البنك عندنا نفضل عدم الإقراض على أن نقع في مشاكل بالنسبة للتسديد، على أن نفضل أن لا نقرض على أن نقرض ونقع في مشاكل، وبالتالي قد تنخفض الأرباح ولكن احنا محافظين على نسبة الديون. أي البنك محافظ على طريق أنه لن يزيد من نسبة العملاء الغير منتظمين بالتسديد.